طبعا اليوم كان تنصيب ديال السيد المدير الجديد تطبيقا لمقتضيات الفصل 92 من الدستور وكذلك تطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالمناصب الساميه. ذكرناه من خلال مداخله بان هذه المؤسسه هي مؤسسه عندها واحد المكانه متميزه وعندها واحد الاهميه ولها مهام وصلاحيات مهمه، وكذلك يعني ذكرناه بضروره تفعيل العديد من صلاحيات المخولات له، خصوصا على ان هذه المؤسسه هي تجسد تاريخ المملكه، حضاره المملكه من خلال توفرها على العديد من المخطوطات والكتب النادره. وطبعا ذكرناه بضرورة مواصلة العمل وخصوصا تعزيز مكانة هذه المؤسسة سواء على المستوى القاري أو على المستوى الدولي. فرح وجد مسرور بتعييني على رأس هذه المؤسسة التي تمثل صرحا ثقافيا كبيرا وعريقا في المغرب، بالإضافة إلى أنها مجال للعمل من أجل أن تواكب الأوراش الكبرى التي فتحها صاحب جلالة في المجال الثقافي، سواء من خلال نشر القيم التي يجب أن تسود على مستوى العالمي، باعتبار أن الثقافة المغربية تعتبر نموذجا من حيث التنوع الثقافي والتعدد اللغوي، من حيث التسامح، من حيث الاعتدال، ومن حيث التشبث بقيم الفضلة للحداثة. أنا سعيد أنني أسلمت المشعل المدير الجديد، والمؤسسة تعرف استقرارا وتعرف دينامية وتعرف جوا هادئا، والجميع لاحظ على أن هذه الفترة كانت إيجابية ليس فقط من أجل ضمان إشعاع المكتبة الوطنية واستقرارها الإداري، ولكن أيضا من أجل كل ما كان يحيط بها، بحيث تم ترشيد العديد من الأمور والتدابير وتصحيح كثير من الأوضاع. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.